بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلي وصحبه. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا